السلام عليكم، احنا متواجدين باحدى نقاط البيع ديال بيع التذاكر ديال مباراه الوداد الدفاع الحسن الجديدي. كيدير الاقبال على التذاكر؟ هو الاقبال بالعين المجرده تيبان على انه كاين هناك اقبال نوعا ما مقبول بحكم النتائج اللي الوداد الرياضي تيحققها، بحكم المسانده اللا مشروطه ديال الجمهور ديال فريق الوداد الرياضي، وهؤلاء تتبين على انه كاين هناك واحد اصبح هناك واحد التلاحم ما بين الفريق وما بين الجمهور، وهذا اللي كيزيد يشجع على واحد الاقبال غير عادي بالمناسبه كمناسبه ديال البطوله بغض النظر على مناسبات اخرى، لانه الان كما سبق الذكر انه كنلاحظوا ان هناك اقبال واقبال نقدروا نقولوا جيد، وهذا هو المبتغى، والكل متجند باش يبقى دائما مورا فريق الوداد باش يزيد مازال في واحد المسيره جد موفقه ويزيد يحصل نتائج من حسن الى احسن.